معنا الآن بالدكتور نضال العارضة، الطبيب ينضم إلينا من مستشفى جنين. دكتور نضال، أهلا بك معنا. تابعنا منذ قليل صور وصول إحدى سيارات الإسعاف. لو تحدثنا عن الحالات الطبية الآن، عدد الجرحى، عدد الحالات التي تتعاملون معها الآن. يسعد صباحكم. ربنا طبعا احنا في جنين، تعرضت جنين لجريمه بشعه، تحقق مخيم جنين وجنين، عدد الشهداء يفوق العشر شهداء، الجرحى حوالي 100 اصابه وتزيد عن 100 اصابه في خلال 24 ساعه. بدأ الاقتحام الساعه الثانيه صباحا من البارحه وهو مستمر. طبعا الاصابات يعني كانت ناتجه في الاساس عن قصف جوي باستخدام الطائرات المسيره والصواريخ الموجهه. الحمد لله معنويات الشباب ومعنويات الاهالي عاليه جدا، لكن ما يحدث هو كارثه، كارثه بالمعنى يعني بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمه، حيث نشاهد نزوح. يعني اليوم شاهدنا نزوح الاهالي من مخيم جنين، الاطفال والنساء والرجال الكبار في السن، المرضى. يعني الحمد لله الحمد لله. تحدثت عن طبيعه الاصابات، ما طبيعه الاصابات المتواجده لديكم الآن؟ هل هي بالرصاص الحي؟ هل يعني ما طبيعتها؟ طبيعة الإصابات في معظم الإصابات هي في الجزء العلوي من الجسم، في الرأس، ناتجة عن رصاص حي بشكل مباشر بقصد القتل العمد، وكذلك يعني في بعض الشباب اللي استشهدوا ناتجة عن شظايا وخصص بالصواريخ بشكل مباشر أيضا. طيب، وما مدى قدرة المستشفى على التعامل مع هذا العدد الكبير من الإصابات؟ هل تتوفر كل المواد الطبية والصحية اللازمة للتعامل مع هذه الحالات؟ يعني احنا في وزارة الصحة، دكتورة مي، وزيرة الصحة دكتورة مي الكيلي أوعزت لجميع الطواقم، لجميع الكادر الطبي في الوزارة، بحيث انه يكون جاهز بكل ما يعني بكل احتياجات اهلنا في جنين. وكذلك يعني كما تعلمون هناك تكافل وتعاضد ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، حيث يوجد مستشفى ابن سينا، مستشفى الرازي، مستشفى ابن سينا، مستشفى الامل، مستشفى الشفاء. ف يعني بتصور انه الحمد لله استطعنا انه نسيطر على الحجم الكبير للاصابات واستقبالها، وتم نقل بعض الحالات الى محافظه نابلس. يعني الحمد لله تم السيطره. هل توجد حالات حرجه في صفوف الاطفال في هذه الاصابات؟ الأطفال يعني في شباب في عمر الورد 14 و15 سنة وهم في إصابات خطيرة وحرجة. عدد الإصابات الحرجة يفوق السبع إصابات أو ويزيد عن سبع إصابات حرجة. هذا في المستشفى الحكومي بطبيعة الحال، لأنه توجد إصابات أخرى أيضا حرجة في بقية المستشفيات الخاصة. نعم صحيح. أشكرك الدكتور نضال العارضة. الدكتور نضال العارضة، كنت معنا من مستشفى